دشين ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو خلال كأس العالم لكرة القدم في العام 1950، وهو احتضن في تلك السنة مباراة تركت أثرا بالغا في تاريخ كرة القدم، ألا وهي المباراة النهائية التي خسرت فيها البرازيل أمام أوروغواي. ساهم 7 مهندسين في تصميم هذا الملعب الذي يتسع ل 78,838 متفرجا، وقد استغرق ترميمه 30 شهرا، وهو لم يشمل الواجهة التي تركت على حالها، إذ أنها مدرجة في قائمة التراث الوطني البرازيلي. يعد ملعب كان ثاني معلم يستقطب أكبر عدد من السياح في ريو، تبلغ مساحته 124,000 متر مربع ويتألف من 5 مستويات، ومن المقرر إقامة 7 مباريات في إطار كأس العالم لكرة القدم في هذا الملعب، من بينها المباراة النهائية في 13 من يوليو 2014، وسينظم أيضا في ماراكانا حفل الافتتاح والاختتام لدورة الألعاب الأولمبية في صيف العام 2016.